بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. النهاردة بنقدم هدية لكل الأصدقاء، وهو برنامج قوي جدا في عملية الترجمة الفورية، بيغنيك عن استخدام موقع جوجل الذي يقوم بعملية الترجمة الحرفية. ميزة هذا البرنامج إن تقدر من خلاله إنك تحول من 21 لغة، من عربي الإنجليزي، من عربي الألماني الإيطالي أو العكس، 21 لغة، بالإضافة إن هذا البرنامج مجاني ومساحته صغيرة جدا. هذا البرنامج سوف تجدون روابط تحميله أسفل هذا الفيديو أو من خلال الروابط التي تظهر أمام حضراتكم. عند الضغط على هذه الروابط تظهر نوافذ دعائية، ثم ننتظر 5 ثواني ونضغط على مفتاح اسكيب اد ونقوم بتحميل البرنامج على النحو التالي. هذه هي الروابط، كل عليك انك تضغط على الرابط الموجود اسفله. تعالوا بينا كده ونشوف في بعد تشغيل المتصفح الخاص بيك، ونشوف عملية التحميل ثم عملية التثبيت على الجهاز ثم عملية الاستفادة منه. هذا هو الرابط، هقوم انا بلزقه حاليا لعملية المحاكاة اهوت. اضغط على اي رابط سواء الخاص بالاديوم او الاد فلاي، وهتنتظر الى ان يتم تحميل الموقع، ثم هتظهر زرار بيطلب منك الانتظار لمده 5 ثواني. هذا هو بالنسبه للاديوم، نفس الوضع بالنسبه للاد فلاي او قدام حضراتكم اهو هنسخه، وفي نافذه اخرى على اساس تتم عمليه المحاكاه باسلوب صحيح. ثم بعد ذلك هتنتظر 5 ثواني بالزويت اهوت. بعد الانتهاء ال5 ثواني، بعد انتهاء ال5 ثواني هتضغط على زر اسكيب اد، سواء بالنسبه للاديوم او بالنسبه للاد فلاي. هضغط على اسكيب اد وننتظر الى ان يتم التحميل او الظهور او الانتقال الى الموقع اللي هو هيكون الميديا فاير، لان البرنامج الاساسي تم تحميله على موقع الميديا فاير اهوت. مساحته 3 ميجا واسمه مالت ترانس. بعد ذلك هتضغط وتقوم بتحميله. بعد التحميل هيظهر على هذا النحو، ملف مضغوط هيكون اسمه ترانسليت 21 لانجويج. هتقوم بفك الضغط على هذا النحو، ان انا اضغط كليك يمين، من كليك يمين اختار فك الضغط هنا او اكستراكت هير وننتظر. ثم بعد ذلك بعد فك الضغط، مساحته قليله جدا، هقوم بفتح المجلد، والمجلد ده محتوي على البرنامج المتميز اللي بيغنيك عن استعمال مواقع الترجمة اسمه ام ترانس. هقوم بالضغط المزدوج عليه وتثبيته على الجهاز، ثم هضغط على يس. هذا البرنامج المميز، برنامج مجاني. ثم هختار اللغة، اللغة هنا اهوت، لغة الواجهة اللي هو الانترفيس باللغة الانجليزية. هقول له اوكي، ثم ابدأ اتعامل معاه، اقول له يس، وبعدين اختار اي اكسبت ذا اجريمنت، موافق. ثم بعد ذلك اوافق على انه ينشئ اختصار على سطح المكتب، كرييت شورت كات ديسكتوب، وانتظر الى ان ينتهي. اسمه مالت ترانس. كده قام بعمليه التثبيت على الجهاز وظهرت هذه النافذه، بمعنى ذلك انه انتهى. هقوم بعد ذلك بغلق هذه النافذه. هنجد ده شكل البرنامج المميز قدام حضراتكم، مالتي ترانس. اقوم بتشغيل البرنامج واكتب عربي واطالب منه ان يحول من العربي الانجليزي، او اقوم بكتابه انجليزي واطالب انه يحوله لعربي او اي لغه. امامنا 21 لغه. هذا البرنامج هنا هوت بيطالب انه النسخه بتاعته، بيقول لي فاضل لي 8 ايام لان هو انا كنت سطبته، بيديني فتره 15 يوم. هقول له حاليا ران يعني تشغيل، اقدر استفاد عليه لمده 15 يوم مجانا. هبدا في هذه اللحظه، لو عايز تغير الاعدادات انا هقول له ليت، او اقوم بقفل هذه النافذه. انا عايز اختار اللغه الاولانيه اللي هي اللغه العربيه مثلا، او خليها انجليزي. انجليزي هنا عندي ملف وهخليه يترجم الى اللغه الانجليزيه، يبقى اهوت من العربي الى الانجليزي. نيجي جايين اهوت عندي ملف معين اهوت، هقوم بنسخ المحتويات الخاصه بيه في هذه الجزئيه، يبقى انا عايزه يترجم من الانجليزي الى العربي. عندي ملف او عندي نص معين، هقوم بكتابه هذا النص. هم دول ال 21 لغه اللي هيترجمهم من الى، يعني 21 لغه، يعني من عربي الانجليزي، من عربي الالماني، او العكس، من انجليزي العربي، انجليزي الالماني، وهكذا. هنبدا ناخد دلوقتي عباره ونشوف عمليه الترجمه الخاصه ب هذه هي العباره، او تاخد فقره زي ما انت عايز ايا كانت. وهضغط كليك يمين واختار كوبي، ثم ارجع لتشغيل البرنامج وهاجي اهوت واقول له بيست، بحيث انه يقوم بلزقها، وبعدين هحدد ان هو هيخرجها لي في صوره ايه. ابدا انا ادور على الرموز، هو بيديها لي موجوده قدام
حضراتكم، او انك انت تختارها انه يحولها الى اللغه العربيه من المخرج الى لغه عربيه، واضغط على اوكي. بس لازم الاول نختار اللغه، يبقى من انجليزي الى عربي، من انجليزي الى عربي، وادي النص، وبعدين اضغط على تشغيل وانتظر هيقوم بالترجمه احترافيه من اللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه. اقوم بعد ذلك بنسخها، اقوم بنسخها وتحديثها ووضعها في برنامج الوورد. طيب الكلام ده لو بهذه الطريقه. طب احنا دلوقتي لو عايزين العكس ونشوف كده مع حضراتكم، لو عندنا نص باللغه العربيه وعايزه يترجموه باللغه الانجليزيه، يبقى هنيجي نهوت دول على اي فقره باللغه العربيه، هقفل هنا الوورد وافتح اي ملف وورد بيحتوي على فقره باللغه العربيه واخليه يقوم بعمليه الترجمه الخاصه بيها. وليكن هفتح ملف اسمه دوره اساليب البحث العلمي، واقوم باخذ نص باللغه العربيه واخليه يترجم العربي الى اللغه الانجليزيه. الترجمه ترجمه محترفين زي اهوت، ادي المقدمه. هناخد هذه الفقره، هذه الفقره، واقول له كوبي، وبعدين اقفله اقفله وارجع اشغل البرنامج، واجي في الخانه دهيت اضغط كليك يمين اللي هو ادي عربي، ثم هختار لغه البدايه عربي ولغه النهايه اللغه اللي هتترجم الى انجليزي، ثم اضغط على ترجمه وننتظر ثواني ونشوف عمليه الترجمه بتتم بسرعه، بتتم بدقه، بتتم بشيء من الاحترافيه. ادي يعتبر البحث العلمي ساينتفك ريسيرش سيجنال سكسس فور اني اكتيفيت، هذه هي العباره التي قام بترجمتها. شوف كده اللي بيترجم لك ايه، ادي لو عديتهم هتلاقي 21 لغه، 21 لغه منهم والىهم في نفس الوقت. اتمنى كل الزملاء يكونوا سعدوا بهذا البرنامج المميز. اسفل هذا الفيديو سوف تجدون الروابط الخاصه بتحميله. هذا البرنامج في نسخته الحديثه اصبح مجانا لمده 15 يوم، تستطيع انك تستخدمه وانك تترجمه وتقوم بعمليه ترجمه من لغه الى اخرى في خلال 21 لغه متاحه بالنسبه لك. اتمنى لكم كلكم التوفيق والاستفاده من هذا البرنامج المميز. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.